معنى ملاك الرب، وهل ملاك الرب ده ظهور مسياني في العهد القديم، يعني ظهور للرب يسوع المسيح ولا لا؟ الحقيقة ليه هتكلم على الموضوع ده؟ طبعا عارفين ان اخواتنا الاحباء المسلمين بيشككوا في الموضوع ده كتير قوي، وبيرفضوا انه المسيح كان بيظهر في العهد القديم، وبيرفضوا حتى ظهورات ربنا عامة في العهد القديم، وبيقولوا لا ده ملاك. فلما نقول لهم ربنا كان بيظهر في العهد القديم فيقدر ياخد شكل مرئي كإنسان أو غيره، يرفضوا يقولوا لا دي ظهورات للملائكة. فالإخوة المسلمين كرروها كتير وترد عليها، لكن الغريبة الغريبة إن قلة من بعض الأحباء المسيحيين ابتدوا برضو ينادوا بهذا الفكر. علشان كده هتكلم على الموضوع ده النهاردة. فهم عايزين يقولوا ان الاقنوم الكلمة او اقنوم الحكمة اول مرة يظهر كان لما تجسد في العهد الجديد وبس، فرافضين انه ظهورات العهد القديم دي كانت ظهورات للرب يسوع المسيح، فبيحاولوا يقولوا لا ده المسيح ما ظهرش ولا مرة، وكل الكلام والاعداد لما بيتكلم على ملاك الرب وظهوراته في العهد القديم ده كلام على الملاك. معايا؟ أنا زي ما قلت لحضراتكم بندرس الموضوع ده مش بس ردا على الإخوة المسلمين، بل كمان ردا على بعض الإخوة المسيحيين اللي ابتدوا يقولوا بعض الأفكار الغريبة في هذا الأمر. فيقولوا لما يقال ملاك فهو ملاك، والملاك ده لما يقول أقول أو يتكلم كما لو كان ربنا بيتكلم، ده بيقولوا لا ده مش دليل على إنه هو ربنا، لكن لا ده دليل على إن الملاك شايل رسالة بيبلغها من ربنا. فبيرفضوا ان الرب يسوع المسيح او المسيح ظهر لابراهيم، رغم ان معلمنا بولس الرسول قال الكلام ده، وبيرفضوا ان المسيح ظهر ل طبعا يعقوب وغيره من ظهورات الرب في العهد القديم. وبيستشهدوا بعض الحاجات، برضو بياخدوا حاجات من العهد الجديد بيحاولوا يستشهدوا بيها، ويدعوا ان ده تأكيد على انه دي كانت ظهورات ملائكية فقط. هندرس الموضوع مع بعض ونعرف ليه الهدف من صاحب الفكرة دي. طبعا بالإضافة للإخوة المسلمين ده عارفين إن هو تشكيك، لأن هم رافضين لاهوت المسيح تماما، وطبعا رافضين وجوده في العهد القديم. لكن اللي بيقولوا الكلام ده من الإخوة المسيحيين هو بيحاولوا يجعلوا تجسد المسيح في العهد الجديد حاجة فريدة، لكن إشكاليته إن بيلغي عمل إقنوم الحكمة بالكامل في العهد القديم، رغم ان هما بيقولوش الكلام ده لفظا لكن ده اللي يتفهم من كلام. ايه لقب ملاك الرب؟ كلمة ملاك معناها ايه؟ وليه ربنا في ظهوراته في العهد القديم اخد لقب ملاك الرب؟ كلمة ملاك في العبري حسب القاميس العبرية زي قاموس سترونج وغيره او ملاخ، الكلمة دي بتأتي بمعنى حامل رسالة أو ماسنجر، رسول من عند ربنا أو ملاك، وتطلق أيضا على الأنبياء، وتطلق أيضا على الملك نفسه، فهي من جذر غير مستخدم بمعنى إيفاد نائب. النائب ده يكون رسول أو ملاك أو الملك نفسه، زي ما يرسل شيء من ذاته، يرسل كلماته، يرسل ذراعه، يرسل روحه، كل دول يحملوا نفس المعنى. قاموس براوني يقول لنا برضو على كلمة ملاك في العبري معناها messenger أو representative، يعني رسول أو حامل رسالة أو ممثل. ولما تأتي بمعنى ممثل فهو ظهور المسياني، يعني ظهور المسيح في العهد القديم. فلو أخذناها بمعناها الأصل القديم جدا اللي هو بمعنى نائب أو ممثل، الكلمة دي طب إزاي ربنا يكون ممثل عن نفسه ونائب عن نفسه؟ الحقيقة الكلمة دي تنفع على ربنا، وربنا كتير قال في العهد القديم لما يظهر هو بيمثل عن نفسه بنفسه، لما بيظهر بشكل مرئي للبشر، رغم ان هو
طبعا لاهوته غير محدود ويملأ الكل. وحتى لو هناخدها بمعنى مسنجر حامل رسالة فتنفع عن المسيح، لأن المسيح هو الرسالة ذاتها. عشان كده قاميس تانية شرحت الكلمة زي Enhance Brown Driver Brackets Hebrew. استخدامات الكلمة دي في العهد القديم شرحها كتير قوي، والقاموس ده الحقيقة أطال في الشرح بطريقة رائعة ملخصها وذكر الأعداد اللي استخدمت فيها، ولكن شرح نفس المعاني السابقة ووضح لو ظهر أقنوم مسياني يمثل ذات الله يطلق عليه لغويا ملاك الرب، لأن الكلمة في معناها القديم تنفع ممثل. أيضا قاموس Dictionary of Biblical Language with Semantic Domain للغة العبرية برضو شرح الكلمة بأكثر تفصيلا واستخداماتها في الكتاب المقدس، ووضح معنى كمان هام جدا في سياق الأعداد لما تستخدم، هو إعلان سلطان، فالسلطان اللي بيظهر أرضي بيكون تمثيل لله على الأرض. فالله نفسه لما بيظهر بطريقة مرئية محدودة، رغم أن الله غير محدود، ده بيكون إعلان عن الله وعن سلطان الله. وبيوضح لو الكلمة تنطلق أو تطبق فقط على شخص دون سلطان، هي تبقى عن ملاك أو عن رسول. لكن لو الكلمة تطلق أو يوصف بيها شخص ذو سلطان، وخاصة سلطان مطلق، سلطان سماوي له القدرة على اتخاذ قرارات ومغفرة خطايا والاستجابة للصلاة والطلبة أو دينونة أو غيره، ده لا يمثل لا ملاك ولا إنسان أو غيره، لكن هو يمثل الله ذاته. فعشان كده تعبير ملاك الرب ممكن يأتي بمعنى ملاك، وأيضا يأتي بمعنى الله ذو السلطان في ظهور مسياني مؤقت مرئي محدود لله الغير محدود. أرجو تكون المعاني اللغوية اللي شرحتها لنا القواميس في البداية اتضحت، وأي إنسان بيحب يتساءل في فكر البعض لازم يتقبل لما نقول له المعنى أصلا في الفكر واللغة والبيئة ده بيمثل إيه، ما يجيش يحكم علينا من فكره هو، بمقاييسه هو، ببيئته هو، بتعبيراته في لغته هو. لا، لازم يحكم على الكتاب المقدس من فكر الكتاب المقدس ومن التعبيرات اللغوية للكتاب المقدس. علشان كده حتى الموضوع ده لما ندرسه ولما نأتي للعهد الجديد وتكلمنا عن الموضوع ده أكتر من مرة، يقول ويسوع المسيح الذي أرسله، ده مش معناه يستنتجوا منها أنه ده معناه عبد ورسوله. لا، كلمة المرسل ممكن الله يرسل ذاته، يرسل لنفسه صورة تمثله، لا يرسل ملاك ولا ليس بالضرورة يرسل نبي. لو الوصف ينطبق على ملاك فيه صفة الملائكة تنفع، لو الوصف ينطبق على بشر في حدود البشر ينفع، لكن لو الوصف ينطبق على الله ذاته لا، ده يبقى ليس ملاك ولا إنسان أو رسول وغيره، لكن ده يبقى ظهور محدود لله الغير محدود. يعني الله الغير محدود ظهر بطريقة يقدروا البشر يشوفوا بيها. كويس؟ في بعض الأعداد ياخد ملاك الرب أو في العبري ملاك يهوى، وفي بعض الأعداد يأخذ ملاك الله اللي هو ملاك إلهي. الناس اللي علقوا على الموضوع ده رغم زي ما شرحت الجزء اللغوي، لكن غالبا لعدم دراستهم بالأجزاء اللغوية وخاصة اللغة العبرية القديمة اللي بيقول الكلام ده، قالوا لما يقول ملاك الرب معناه رسالة من الرب شايلها ملاك. الحقيقة ده غير صحيح، لأن لو المفهوم ده صحيح زي ما بيحاول البعض من المشككين يقولوا أنه ملاك يعني ظهور ملاك وخلاص، أو الغير مدركين من المسيحيين وممكن يتماشى مع هذا الفكر لأي سبب خطأ، ظهورات الملائكة في العهد القديم كانت بتبقى ظاهرة ومعروفة وبتتشرح ومؤكدة. فمثلا لم يظهر ميخائيل رئيس الملائكة ويقول لنا الكتاب المقدس أما ميخائيل رئيس الملائكة، ده في رسالة معلمنا يهوذا، فلما خاصم إبليس محاججا عن جسد موسى
لم يجسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب. يعني الملاك ما يقدرش ياخد قرار من ذاته. فالظاهر ده قد يكون ملاك أو قد يكون يهوه نفسه، لكن بنعرف إزاي هل الظاهر ده ليه القدرة على اتخاذ قرار أو حكم أو لأ. لو ما يقدرش بنعرف إن هو ملاك، لكن لو ليه القدرة أن يورد حكم، إذا لأن لو الملاك عمل الحكاية دي يبقى أصدر حكم افتراء ليس في سلطانه. لكن الظاهر لو له قدرة على إصدار حكم يكون هو يهوه نفسه. معايا لغاية دلوقتي؟ عشان كده لما ميخائيل وقف قدام الشيطان، وده كان ظهور للملاك، ما قالهوش انتهرك، لكن قال له لينتهرك الرب، وحتى ما يقدرش ينطق باسم ربنا ويقول حكم من ذاته. الملاك ايضا لا يتنبأ بأمر من ذاته. على سبيل المثال في سفر صموئيل الثاني، في احد ظهورات الملائكه والملاك حقيقي، في سفر صموئيل الثاني اصحاح 24، لما ربنا ارسل ملاك المهلك عشان يمد يده على اورشليم ليهلكها، ولما ربنا شاف انه داوود طبعا صلى للرب وشاف ان الشعب ابتدى يندم، ربنا قال للملاك كفى الان رد يدك. الملاك استجاب. الملاك لا هيعمل من عنده ولا هيتوقف من عنده ومن ذاته. ربنا لما يأمره يعمل هيعمل، ربنا لما يأمره يتوقف يتوقف، لا يصدر حكم أو تصرف من ذاته، لازم ربنا اللي هو يوجهه. فلما الملاك توقف عن الأمر، ما توقفش غير لما جاله أمر من ربنا وقال العدد بوضوح، ما تصرفش من ذاته. الملاك ما شافش الشعب ندم وداود صلى فتوقف، لا ما يقدرش. لكن بقية الظهورات لما يبقى الظهور هو ظهور مسياني لملاك يهوه أو ظهور ليهوه، ونقدر نحول كلمة ملاك يهوه هو ظهور ليهوه الرب يسوع في العهد القديم أو ظهور مسياني، بتبقى الوصف واضح ما ينفعش ينطبق على بشر. على سبيل المثال في سفر التكوين إصحاح 16 عدد 10، لما ظهر ملاك الرب إلى هاجر، طب الوصف ينطبق على ملاك ولا الرب نفسه؟ نلاقي يقول قال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر، مش يكثر لك الرب، تكثيرا أكثر نسلك. المتكلم بيتكلم بصيغة المباشر، ده مش حامل رسالة ومش بيقول ربنا قال ولا ببلغ رسالة ربنا، لكن بيقول أنا القادر هأكثر نسلك. العدد الثاني المهم واللي بيشككوا فيه كتير المسلمين طبعا، ولكن للأسف أصحاب هذا الفكر من المسيحيين ودول قلة برضو استخدموا نفس النقطة، قالوا اللي ظهر لإبراهيم ده ملاك وليس الرب نفسه، رغم أن سياق الكلام واضح جدا لكن قالوا هذا الكلام. فندرس مع بعض الموضوع ده باختصار شديد في سفر التكوين 18، ونلاقي يقول لنا في عدد واحد وظهر له الرب. العدد بيقول لفظا في البداية ظهر له يهوه، خلاص ما قالش ملاك من ملائكة ربنا عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فده ظهور مسياني. لكن إبراهيم شافها ازاي؟ يبتدي يوضح لنا مراحل تدرج إبراهيم لغاية ما فهم ان ده ربنا، ان ده يهوه. فيقول فرفع عينه ونظر إيه الثلاث رجال. فإبراهيم شافهم في الأول ثلاث رجال، لا ملائكة ولا ربنا ولا غيره، هو ما كانش لسه بدأ يدرك، لسه عينه ما تفتحتش بالمستوى الروحي الكافي، واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد، وبيوجه كلامه بالمفرد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينك فلا تتجاوز عبدك. هنا إبراهيم شافهم ثلاثة بس شاف واحد فيهم مميز جدا، فرغم أنه المسيح ظاهر مع ملكين والثلاثة ظاهرين في شيء في شكل رجالة أو في الهيئة كثلاث رجال، لكن المسيح كان مميز. عشان كده إبراهيم وجه حواره بالمفرد له فقط، لكن إبراهيم
لو كان التلاتة شايفهم متساويين ما كان كلمهم التلاتة معايا. وقال إبراهيم طبعا ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فلما عايز يقول هيعمل حاجة للتلاتة بيتكلم بالجمع، لكن لما بيوجه احتراما تكلم بالمفرد. فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيق سميزا اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعهم قدامهم، وإذا كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكله. وقال له أين سارة امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال، ويبتدي هنا بالمفرد المتكلم اللي هو السيد، وهنا يبتدي إبراهيم يدرك أن ده مش بس لا هو راجل ولا هو حتى ملاك، ده يهوه نفسه. يقول له فإني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وهنا بدأ ربنا يتكلم ويوعد إبراهيم، وخاصة إبراهيم كان خد الوعد فعلا من ربنا قبل كده في ما بين النهرين وأيضا في حاران. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في بطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب مرة تانية يهوه لإبراهيم، ويؤكد أن هو يهوه، ويقول يهوه فقال الرب لإبراهيم، بيقول عن نفسه هل يستحيل على الرب شيء؟ فأنكرت سارة قائلة لم أضحك لأنها خافت. فقال لا بل ضحكت. ثم قام الرجال هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب مرة ثالثة. كل ده يؤكد أن اللي ظهر لإبراهيم ده الرب نفسه، ظهورات للمسيح، ظهور مسياني في العهد القديم. وبدأ يكلمه ويقول له على موضوع سدوم وعمورة. وقال الرب أن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. يعني ربنا بيقول لإبراهيم أنا اديتهم زمان طويل وما تبوش، وللأسف خطاياهم زادت أمام عيني وكترت جدا. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي وإلا فأعلم. يعني نزول ربنا هو علامة استعلان، تأكيد أن فعلا أفعالهم أهي واضحة أمام أي حد، وخاصة أن هو أرسل لهم ملاكين وفعلوا الشر بالملاكين. آسف لحظة، البالتوك قفل وبدأت مشاكل البالتوك النهاردة. حضرتك سمعنا؟ آسف جدا، وبدأت كالعادة مشاكل البلتوك الأسبوعية، رغم أن أنا بدخل أثناء الأسبوع بأي اسم ما بيفصلش البلتوك ولا مرة واحدة فيما عدا يوم الثلاث، معلش إرادة من ربنا. كويس، فربنا كل ده بيؤكد أنه اللي بيتكلم مع إبراهيم واللي بيقوله على خطايا سدوم وعمورة والإشكاليات بتاعها كلها هو ربنا نفسه، والتعبيرات تؤكد هذا الأمر. فالكتاب المقدس أكد الموضوع ده. لحظة واحدة خليكم حضراتكم معايا. كويس، أرجو أن يكون الصوت واضح. بعد كده يبتدي يتكلم الكتاب المقدس ويوضح حاجة مهمة، أن إبراهيم عرف أن الظاهر قدامه ده يهوه نفسه. فيقول وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب، أمام يهوه. فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم؟ ويبتدي المحاجاة والطلبة والشفاعة اللي بيعملها إبراهيم أمام ربنا علشان خاطر ربنا يشفع أو يغفر لسدوم وعمورة، ولكن بالفعل ما كانش فيهم حتى ولا 10 رجال صالحين لربنا يغفر لهم.
ويقول في عدد 25: حاش لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاش لك، أديان الأرض لا يصنع عدلا. وبيقول له، بيتكلم معاه، بيكلم يهوه، بيقول له ديان الأرض. فإبراهيم هنا بيؤكد أنه هو عرف أنه هو ظهور لربنا، اللي واقف قدامه ده يهوه، بس ظهر في شكل إنسان، شكل رجل، بيكلمه بيقول له يا ديان الأرض. فهو عرفه كويس جدا. فقال له الرب، ويكمل بقية الأعداد وموضوع الخمسين وهكذا لغاية ما يتوقف إبراهيم عند العشرة. لو ده ملاك، هل الملاك ليه سلطان المجادلة مع إبراهيم؟ طبعا لا. هل الملاك له السلطان قبول شفاعة من إبراهيم؟ هل الملاك له القدرة على إصدار حكم؟ هل الملاك يقبل أن إبراهيم يقول له يا رب، يعني يهوه، ويلقب إبراهيم الملاك بيهوه، وكمان إبراهيم يقول للملاك يا ديان؟ طبعا لا. فغريبة اللي يدعوا هذا الفكر من الإخوة المسلمين المشككين، أو حتى قلة من المسيحيين اللي ينادوا بهذه الأمور عشان يعظموا من المسيح أول مرة يفعل شيء كان في العهد الجديد في ظهوره في تجسده. ويكمل بعد كده في عدد 33 ويقول: وذهب الرب يهوه برضه، ولم يقل ذهب ملاك الرب. فالمتكلم هنا رغم أنه أخذ اسم ملاك، ولكن بقية الأعداد أكدت أنه هو الرب نفسه. عشان كده الرب يسوع المسيح لما يتكلم قال لليهود ويذكرهم بهذا الموقف، ويقول لهم في يوحنا 8:56: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. طبعا بالإضافة للنبوة وللرؤية، وأيضا في فداء إسحاق، ولكن أيضا منها أن إبراهيم رأى المسيح، فده ظهور للمسيح في العهد القديم. وده بيقولها مين؟ المسيح نفسه في يوحنا 8:56. يعني إبراهيم ليس فقط بالإيمان، وبالفعل كان بالإيمان، ولكن أيضا رؤية العيان، رأى المسيح. اعتراضهم يستشهدوا يقولوا لا، ده ما كانش ظهور للرب يسوع المسيح، ده ما كانش ظهور ليهوه في العهد القديم، لأن معلمنا بولس الرسول قال إنه ملائكة. إمتى؟ لما معلمنا بولس الرسول بيقول على استضافة الغرباء، لأن فيه بعضهم استضاف ملائكة. لكن أتساءل السؤال، العدد اللي بيقول فيه معلمنا بولس الرسول لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف إناس ملائكة وهم لا يدرون، هل الكلام ده عن إبراهيم بس؟ ليه بيفسروه أنه ياخدوا كلمة دي ويقولك أضاف إناس ملائكة، يبقى بيقول اللي ظهر لإبراهيم ده ملاك مش ربنا؟ لا، معلمنا بولس الرسول هنا بيقول أضاف إناس، مش بيقول أضاف إبراهيم، بيتكلم بالجمع. عشان كده فعلا تعبير معلمنا بولس الرسول دقيق، لأنه مش بيتكلم على أبونا إبراهيم بس. أبونا إبراهيم أضاف ملاكين ويهوه نفسه، لكن هو ما بيقولش على إبراهيم بس، هو بيقول على كتير أضافوا ملايكة، تكررت كتير من الشخصيات اللي أضافت ملايكة. بالفعل أبونا إبراهيم أضاف ملاكين، لوط أيضا استضاف الملاكين، طوبيا استضاف الملاك، ملاك رفائيل. ده من الكتاب المقدس في العهد القديم، أسفار قانونية أولى وتانية، بالإضافة حتى للتقليد اليهودي، كتير جدا من مواقف ذكر فيها رجال الله أضافوا ملائكة بدون أن يدروا. معايا؟ فمعلمنا بولس الرسول مش بيقول إبراهيم استضاف ثلاث ملائكة بس، بيقول أضاف إناس، مجموعة من البشر. كويس؟ معلمنا بولس الرسول ويقول أيضا على أن الناموس كان بترتيب ملائكة، ويعترض يقول أهو يعني اللي ظهر كان ملاك، وحتى اللي ظهر وسلم الناموس لموسى ده كان ملاك، ما كانش ربنا نفسه. رغم أنه كلام واضح جدا، اللي ظهر لموسى على الجبل ده حتى المسلمين المشككين ما بيقدروش يهربوا من النقطة دي، في المنظر المهيب جدا ما كانش ملاك، ده كان يهوه نفسه. بدأ الكلام على أنه ملاك الرب، ولكن بعد كده وضح أنه يهوه نفسه هو الظاهر في العليقة.
فالمسيح لما ظاهر في العهد القديم لإبراهيم هو الظهور وهو السلطان الظاهر وهو أيضا الرسالة، عشان كده ينفع يلقب بملاك الرب، فيحسب مع الملائكة كأسلوب ظهور وكوظيفة ولكن ليس طبيعة ولا جوهر. معايا؟ معلمنا بولس الرسول أيضا في نفس الرسالة في العبرانيين اللي بيستشهدوا بيها هو نفسه بيوضح أنه كان المسيح، ولكن بيشرحها بطريقة رائعة، بطريقة أسلوب الفلسفة الرائع لمعلمنا بولس الرسول، لما بيقول في عبرانيين 2 لأنه حقا، بداية من عدد 16، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم، ومن ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب. يعني بيقول اللي كان بيتعامل مع نسل إبراهيم ومسكهم وحافظ عليهم ده ما كانش ملاك لكن يهوى نفسه، ومش من خلال ملاك. أيضا في ظهور آخر لأبونا إبراهيم في سفر التكوين إصحاح 22 بداية من عدد 15، لما يقول ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء، ولكن بقية الكلام يؤكد أن ده ظهور مسياني لأن المتكلم بيقسم بذاته، وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك، مش يباركك الرب، مباركة، وأكثر نسلك. فهل الملاك يقول بذاتي أقسمت أم يقول أقسم الرب بذاته؟ وكلام الملاك فيه مأكول بقية الكلام صيغة مباشر. نلاحظ في الأمر ده إن إبراهيم سمى المكان باسم يهوى يريه أو يرى يهوى، فبيقولوا لا بس هو ما رأاش يهوى، ده رأى كبش. لا، الكلام ده خطأ، ورغم إن فيها طبعا البعض بيقولها مش من المشككين الأخوة المسلمين لما بيقولوها بأسلوب تريقة إلى حد ما لأنهم ما يفهموش الرموز الرائعة، ولكن إن إبراهيم رأى الرب نفسه لما يقول العدد فناداه ملاك الرب من السماء، يعني المسيح كان ظاهر في السماء ونادى إبراهيم وإبراهيم نظر إليه فقال ها أنا ذا. فهو ظهور للمسيح، ظهور مسياني، ظهور ليهوى في العهد القديم ورآه إبراهيم، وعشان كده إبراهيم سمى المكان يهوى يريه أو يهوى يراه أو يرى يهوى. وبقية سياق الكلام زي ما قلت يؤكد أن هو ظهور مسياني مرة تانية لإبراهيم، وبقية كلامه لما أقسم بذاته وأكد كلامه وصنع العهد مع إبراهيم، وأيضا في نفس الأمر أعطى إبراهيم كبش. أيضا في تكوين 31 عدد 11، وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب فقلت ها أنا ذا. يعني يعقوب ظهر له ملاك الله، ملاك إلهيم في الحلم. طيب مين المتكلم يقول له في عدد 13 اللي ظهر له ده في شيء في صورة ملاك لما يكلمه يقول له أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا حيث نظرت لي نظرا، الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. المتكلم لما حب يعرف نفسه اللي اسمه ملاك إلهيم قال له أنا إله. فهل الملاك يقول عن نفسه أنه هو إله؟ أنه هو الله؟ طبعا لا. أيضا في سفر خروج 3 اللي هو الظهور المهم لموسى لما يقول في عدد 2 وظهر له ملاك الرب بهيئة لهيب نار، وهنا برضو ياخد نفس التعبير ملاك يهوى، فقال موسى أمين لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العلاقة. فلما رأى الرب اللي ظاهر ده يهوى نفسه ناداه الله إلهيم من وسط العليقة اللي هو ظاهر فيها رغم ان هو اسمه الأول كان ملاك الرب، وقال موسى موسى فقال ها أنا ذا، ويكمل يقول له ايه أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ده المتكلم، المتكلم بيعلن ذاته إلهيته وأخذ لقب يهوى وأخذ لقب إلهيم.
ورغم ذلك أخذ لقب ملاك الرب. عشان كده ما تستغربوش لما ربنا يرسل صورة مرئية من ذاته يراها البشر وياخد ساعتها لقب ملاك أو حتى لقب مرسل. ده مش حاجة غريبة على ربنا، فما يتعجبوش في العهد الجديد على الرب يسوع المسيح لما ياخد لقب أرسلني، ما هو في العهد القديم أخذ نفس اللقب، رغم أن هو برضه في العهد القديم كان يوضح أنه هو مرسل، وكان يوضح أنه هو يهوى، وكان يوضح أنه هو إلهيم. فقال الرب، المتكلم بيقول باسم الرب وهو الرب ذاته، إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم. فقال موسى لله، وبرضه يؤكد أنه هو الرب، هو الله، هو ظهور لربنا، هو ظهور لإلهيم، من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال مين؟ ربنا، إني أكون معك. ده مش ملاك، ده ربنا نفسه. فقال موسى لله، ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم، فإن قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى، أهيه الذي أهيه، أو أكون الذي أكون. وهكذا، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل، أهيه أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى، ويكمل بقية الكلام ويقول أنا إله أبائكم وهذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله أبائكم ظهر لي وكلمني. يعني مش كلام ملاك ولا ظهور ملاك. هل الملاك يعرف أن موسى هيرفض في الأول؟ وحطت عنده احتمالات، لو موسى رفض أقول له كذا، لو موسى ما رفضش أقول له كذا. لا، هل ملاك مستني موسى يسأله عن اسم ربنا عشان يقول له؟ كل الكلام ده لا ينطبق غير على ربنا فقط. أيضا في سفر خروج 14 عدد 15، فقال الرب لموسى، ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، وتماجد بفرعون وكل جيشه ومركباته وفرسانه، فيعرف المصريين أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته. فعمل إيه ربنا؟ يقول العدد 19، فانتقل ملاك الله. المتكلم بيقول أنا الرب وأنا هعمل وأنا هتمجد، ولما يبدأ يتصرف يسميه الكتاب ملاك إلهيم. ففي ظهوره بيسمى ملاك، بيسمى مرسل، دي ما فيهاش أي إشكالية في الظهور المرئي، لكن هو في ذاته هو الله ذاته. لا يعني انفصال، لا يعني أي شيء، ولا أصبح ملاك محدود أو غيره، هو مرئي بصورة محدودة يروه فيأخذ لقب ملاك أو مرسل، ولكن هو في ذاته هو إلهيم وهو يهوى، وقالها لفظا معايا. فملاك الله اللي ظهر في عمود دخان يتكلم عن نفسه ويقول أنا يهوى، بل كمان يؤكد في سفر خروج 13:21 اللي تسمى ملاك إلهيم اللي في العمود النار، يقول عليه في خروج 13:21 هو يهوى نفسه، لما يقول وكان الرب اللي هو في العبري يهوى يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. يعني الصحاح اللي قبله قال عمود النار ده يهوى نفسه، ويجي في الصحاح اللي بعده يقول ملاك يهوى. ده يؤكد أن ملاك يهوى اسم من أسماء يهوى في وصفه أثناء ظهوراته، وده ظهور مسياني في العهد القديم. بل يكمل في نفس الإصحاح اللي وصف عمود النار بأن هو ملاك إلهيم، يكمل في عدد 24 يقول أن هو إلهيم، أن هو يهوى نفسه. وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار. مين اللي أشرف؟ الرب يهوى هو اللي أشرف في عمود النار، رغم أن هو أخذ قبل كده لقب ملاك الرب. عشان كده فهمنا أنه ملاك الرب اسم من أسماء ربنا في وقت ظهوره بطريقة مرئية للبشر، لقب مرسل هو وقت ظهوره بطريقة مرئية للبشر. اللي كان يظهر على تابوت عهد الرب ومجده يملأ البيت طبعا هو يهوى نفسه،
ويقول لنا سفر العدد 12:5، فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب خيمة الاجتماع وضع هارون ومريم. وأيضا في سفر العدد 14:14، قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذي أنت يا رب يعني يهوى ظهرت لهم عينا لعين، وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا. أيضا سفر المزامير 99:7، بعمود السحاب كلمهم، مش كلمهم من خلال ملاك. كل ده يشهد على أن عمود السحاب الظاهر هو يهوى نفسه وليس ملاك، ولقب ملاك يهوى هو التعبير عن ظهور يهوى بطريقة مرئية للبشر. أيضا ظهور ربنا على جبل حوريب بالنار القوية، اللقب اللي أخده برضو ملاك الرب. فيقول في سفر خلوق 19:18، وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن مين اللي نزل؟ يهوى الرب نزل عليه بالنار. أيضا في سفر العدد 22:35، فقال ملاك الرب لبلعام، اذهب مع الرجال وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط. مين اللي كلم بلعام؟ ربنا. أيضا في سفر القضاء 2:1، وصعد ملاك الرب من الجلجال إلى بوكيم وقال، مش ربنا اللي أصعدكم وربنا كان ماشي قدامكم، لا، يقول قد أصعدتكم، ورغم ذلك ياخد اسم ملاك الرب، وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم. ومين اللي أقسم لإبراهيم؟ يهوى نفسه. وقلت لا أنكث عهدي، مش عهد ربنا، معكم. معايا؟ كل ده أعداد ياخد فيها ملاك الرب، وعلى طول ياخد بعدها لقب الرب، ويؤكد إن هو ربنا، هو نفسه ملاك ربنا، والاسم ده بياخده يهوى في أثناء ظهوره. أيضا في سفر القضاء 12، وأحيانا البعض يعني بيلتبس عليه الأمر ده، ويقول وأتى، بداية من عدد 11، يقول وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبعزيري وابنه جدعون، وكان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين، فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. يقولوا البعض لغاية دلوقتي ده ملاك، ده مش يهوى، وحتى جدعون فهم هذا الأمر، فيقول أسألك يا سيدي، إن كان الرب يتكلم على ربنا بصيغة الغائب، فلماذا أصابتنا كل هذه، وأين كل عجائبه التي أخبرها بها أبائنا قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر؟ يكمل عدد 14 ويبتدي يفتح عين جدعون شوية صغيرة، فالتفت إليه الرب وقال، مش التفت إليه الملاك، يهوى نفسه هو الظاهر، ورغم ذلك أخذ كلمة أو أخذ اسم ملاك الرب لأنه في وقت ظهور. اذهب بقواتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك، مش أرسلك الرب. فالظاهر يهوى وبيكلم جدعون وبيقول له أنا يهوى وأنا أرسلتك. بناء عليها جدعون يبتدي يكلمه مش بصيغة كلامه عن ربنا بصيغة الغائب، يبتدي يكلمه بصيغة المباشر، فيقول له أسألك يا سيدي بماذا أخلص إسرائيل؟ ها هي عشيرتي هي الزلة في منسى وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له إن كنت وجدت نعمة في عينك فاصنع لي علامة، ويعمل موضوع العلامة اللي هي جلدة الجدي وهكذا. كويس، يجي في عدد 20 يقول فقال له ملاك الله، رغم أن هو نفسه اتقال عنه يهوى. يجي في عدد 21 فمد ملاك الرب وطرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت النار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب عن عينه. نلاقي جدعون يقول له إيه؟ فرأى جدعون أنه ملاك الرب. لا، يعني ملاك الرب ده مش معناها ملاك، لا، ملاك الرب يعني السيد الرب نفسه. فقال جدعون يا سيد الرب، لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه، يعني رأيت أحد ظهورات يهوى. جدعون عارف أنه هو ملاك الرب، هو الرب نفسه، خاف جدا أنه هو يموت لأنه شاف يهوى. فقال له الرب السلام لك، لا تخف لا تموت.
فرد عليه يهوى وباسم يهوى مباشرة. واضح؟ فهل بنى جدعون مسبحا للرب ودعاه يهوى شالوم، يعني يهوى سلام، لأنه ظهر ليه واداله علامة سلام عشان شاف ملاك؟ وهل خاف عشان بس رأى ملاك فقال أنا لا خلاص أموت لأن أنا رأيت ملاك؟ لا طبعا، هو فعلا في الأول فكره ملاك، لكن بعد كده لما عرف أن هو يهوى نفسه، وكان بيكلم الملاك عن يهوى بصيغة الغائب، لكن لما أعلن له أن هو يهوى نفسه ابتدى يكلمه بصيغة المباشر، لأنه عارف أن هو ده خلاص ده يهوى هو اللي ظهر له، عشان كده كان خايف يموت لأنه شاف يهوى. ويكمل ويقول وكان في تلك الليلة أن الرب قال له خذ ثور البقر الذي لأبيك، والقصة اللي حضراتكم عارفينها، وقصة جدعون بدون ما أدخل فيها بالتفصيل. فسفر أشعياء 42:8 يوضح أنه ما ينفعش ملاك ياخد اسم يهوى ولو حتى مؤقتا، ولو حتى عشان جاي حامل رسالة من يهوى، لأنه أشعياء 42:8 يقول أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. ربنا ما يديش لا اسم ولا مجد لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. ظهور ربنا لمنوح أيضا في سفر قضاء 13:3 فتراءى ملاك الرب للمرأة، أهو اسم ملاك، أهو اسم مرسل، وقال لها ها أنت عاقل لم تلدي ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، فالآن احذري لا تشربي خمرا ولا مسكر ولا تأكلي شيئا نجسا، فها أنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلم موسى رأسه، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن، هو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين. طبعا ذهبت لرجلها وقالت جاء إلي رجل الله، هي ما عرفتش، ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، شكله شكل زي واحد من ملائكة ربنا يخوف. لم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه، وقال لي وقالت له النبوة. فصلى منوح إلى الرب وقال أسألك يا سيد أن يأتي إلينا أيضا رجل الله اللي أنت أرسلته، لأن هو لسه منوح لغاية دلوقتي مش عارف. فسمع الله لصوت منوح فجاء ملاك الله. كويس، لغاية دلوقتي البعض حيقول إن ده ملاك. إلى المرأة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها ليس معها، فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له هو ذاك قد رأى لي الرجل الذي جاء إلي ذاك اليوم. فقام منوح وصار وراء امرأته وجاء إلى الرجل وقال له أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال أنا هو. طبعا عارفين كلمة أنا هو. فقال منوح عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ فقال ملاك الرب من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ، من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، وخمرا ومسكرا لا تشرب، وكل نجس لا تأكل، لتحذر من كل ما أوصيتها. فقال منوح لملاك الرب دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معز. فقال ملاك الرب لمنوح ولو عقتني لا أكل من خبزك، إن عملت محرقة فللرب أصعدها. لغاية دلوقتي ينفع الوصف ده كله على ملاك، لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب، يعني هو مش فاهم ان ملاك الرب معناها هو يهوى نفسه. فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حتى اذا جاء كلامك نكرمك؟ فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ وده اسم ربنا العجيب المشير الاله القدير. ابتدى منوح يتربك، فاخذ منوح جدي المعز والتقدمة واصعدهما على الصخرة للرب، فعمل عملا عجيبا ومنوح وامراته ينظران، فكان عند الصعود اللهيب عند المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح ومنوح امرأة ينظران فسقط على وجهيهما إلى الأرض. ليه؟ لم يعد ملاك الرب يتراءى المنوح وامرأته، حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب، عرف أنه هو ملاك الرب، ومعنى كلمة ملاك الرب أنه الرب نفسه، وده يتأكد في عدد 20. فقال منوح لامرأته نموت موتا لأننا قد رأينا الله. عرف انه اللي ظهر ده مش ملاك، ده ملاك الرب اللي هو إلهيم نفسه. فردت عليه زوجته ويقول عدد 23 فقالت له امرأته لو أراد الرب أن يميتنا، لو أراد يهوى يموتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة. مين اللي أخذ المحرقة من إيدهم؟ اللي كان ظاهر ملاك الرب، لكن زوجة منوح تقول له ما كانش يهوى خد من ايدينا المحرقه، لان هو عرف ان هو ده
إلوهيم وهو يهوى. وهنا نرى تدرج الفهم. هو ظنوه رجل، رجل من عند ربنا، ملاك من عند ربنا، عرفوا أن ملاك الرب اللي هو يهوى نفسه اللي هو إلوهيم، عشان كده خافوا لأنهم ظنوا أن هم يموت لأنهم شافوا يهوى نفسه. ولكن زوجته طمنته وقالت له ده يهوى هو اللي خد الذبيحة من إيدينا، ولو كان عايز يموتنا ما كانش أخد الذبيحة من إيدينا. يقول لنا سفر المزامير مزمور 34:7: ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. العدد ده البعض بيفسره كملائكة، ولكن برضو ده يعني ربنا نفسه. معلمنا بولس الرسول لما بيقول عبادة ملائكة لا يتكلم عن العهد القديم ان حد عبد ملائكة، لكن البعض كان فعلا عندهم عبادة الكائنات الروحية. فلما يقول في كولوس 2:18: لا يخسركم أحد العجالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، ده مش بيتكلم على ظهورات ربنا، ده بيتكلم على أشياء البعض عملها خطأ في التاريخ وغالوا من قيمة الملائكة. لأنه لقب ملاك الرب ده مش على ملائكة فنكرم الملائكة ونعبدهم، لا، ملاك الرب ده يهوى نفسه، مش أحد ملائكة يهوى. أيضا أشعياء النبي يقول في أشعياء 63:8: وقد قال حقا أنهم شعبي بنون لا يخونون فصار لهم مخلصا في كل ضيقهم تضايق. مين اللي بيتكلم هنا؟ ربنا. مين المخلص؟ هو ربهم، ربنا. مين اللي اتضايق علشان خاطرهم لأنه بيحبهم جدا؟ هو ربنا. ملاك حضرته خلصهم، هو اللي خلصهم ربنا ولا ملاكه، لأن ملاك الرب هو اسم من أسماء الرب لما يظهر بطريقة مرئية. بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. كلام هنا عن ربنا نفسه. ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه والروح القدس، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه: أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه؟ الذي صير ليمين موسى ذراع مجده. يعني اللي بيظهر باسم ملاك يهوى هو ذراع مجد يهوى نفسه، لأن هو يهوى نفسه في ظهور. الذي صيرهم في اللجج كفرس في البرية. طبعا يقول ليصنع لنفسه اسما أبديا. طبعا عرفنا أن ربنا مجدي لا أعطي لآخر. ويقول وروح الرب أراحهم: تطلع من السماوات وأنظر من مسكن قدسك ومجدك، أين غيرتك وجبروتك زفير أحشائك ومراحمك نحوي امتنعت. فإنك أنت أبونا. ده مين؟ ده اللي قال عنه ملاك حضرته. هو نفس الوقت اللي بيكلم باسم أنه هو الرب الإله الأب المحب. لماذا أضللتنا يا رب عن طريق قسيت قلوبنا عن مخافتك؟ ارجع من أجل عبيدك أسباط ميراثك. أإلى قليل امتلك شعب قدسك مضايقون داسوا مقدسك؟ قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم يدع عليهم اسمك. فكل ده يؤكد إن هو يهوى نفسه. فملاك حضرته ده مش ملاك، ولكن ملاك حضرته هو ظهور مسياني والروح القدس أيضا في هذه الأعداد مذكور. فمذكور الثالوث بوضوح: الآب والكلمة أو الحكمة أو الإب والروح القدس، والثلاثة يوضح لنا إله واحد مش بيكلم ثلاث آلهة. ده كلام أشعياء، وده يؤكد العهد الجديد إن أشعياء بيتكلم ويوصف ملاك حضرته عن المسيح. فين؟ في إنجيل يوحنا 12:41 لما يقول قال أشعياء: هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. عن مين؟ عن يهوى، عن يسوع المسيح، عن الظهور المسياني في العهد القديم. لكن لما يظهر ملاك زي ما قلت يقول عنه ملاك. في سفر أخبار الأيام الأول 21:15 يقول وأرسل الله ملاكا، يطلع مش معرف. فلما يظهر ملاك يوصف ان هو ده ملاك وجاي بحاجة مخصوص وما يقدرش يتصرف اكتر مما قاله له ربنا. في ظهور مثلا الملاك للسيدة العذراء في انجيل لوقا 1:28: فدخل اليها الملاك وقال سلام لك يا ايتها المنعم عليها الرب معك.
ما يقولهاش أباركك أو أي شيء يظهر سلطانه، لأنه هو ما يقدرش. ورد على ما استشهدوا به في العهد القديم اللي قالوا إن الناموس مرتبا بملائكة وليس المسيح. الكلام ده قاله معلمنا بولس الرسول، ولكن نقراه مع بعض في رسالته لأهل غلاطية 3:19 لما يقول: فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل؟ مين النسل؟ المسيح، نسل المرأة الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. هنا يفرق ما بين الوسيط وما بين الملائكة، ويوضح أن الوسيط ده اللي كان بيظهر في العهد القديم هو النسل الذي وعد به في العهد القديم، هو المسيح. وهنا معلمنا بولس الرسول في العدد اللي بعده يشرح أكتر ويقول: أما الوسيط فلا يكون لواحد، ما ينفعش الملاك ولا الشخص ولا الرسول ولا الغيره، لكن الله واحد. فالوسيط ده اللي ياخد أحيانا اسم ملاك الرب أو ملاك إلهيم، أو ياخد أحيانا في العهد الجديد اسم أرسلني، هو الله الواحد. خدت بال حضراتكم؟ ومعلمنا بولس الرسول نفس اللي هو استخدم الكلام ده يشرح أن وسيط العهد القديم والعهد الجديد هو الله نفسه، ويكرر ويقول في تيموثاوس الأولى 2:5: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. وهو نفسه اللي يشرح عنه هو مين؟ هو يهوه. أما وعظت معلمنا أو الشهيد استفانوس في سفر أعمال الرسل 7 اللي بعض بيستشهد بيها، لما يقول ظهر له ملاك الرب، ويقول أهو بيقول إن اللي ظهر ده ملاك مش الرب نفسه. لو يكملوا العدد اللي بعده يقول إيه؟ الصوت اللي اتكلمه هو صوت يهوه نفسه، صوت الرب. والصوت ينسب للرب مش لملاك، ظهور للمسيح. هو نفسه المسيح اللي هو إله أبائهم، إله إبراهيم، زي ما يقول في عدد 32: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فقال له الرب: اخلع عليك. فحتى القديس أو الشهيد استفانوس في أعمال الرسل 7 يؤكد أنه لقب ملاك الرب هو الرب نفسه، هو الوسيط، هو ظهور للمسيح، ظهور مسياني في العهد القديم. واخدين بال حضراتكم؟ وده اللي يقوله في سفر العدد 12:8 ان اللي كان بيكلم موسى هو الرب نفسه: فمن الى فم وعيانا اتكلم معه لا بالالغاز وشبه الرب يعاين. فهي يلقب باسم ملاك الرب لأنه شبه للرب، لأنه هو ظهور مرئي لله الغير مرئي، عشان كده ياخد اسم ملاك الرب. وعشان كده كان ممكن ياخد في ظهوره في تجسده في العهد الجديد اسم أرسلني أو صفة أرسلني. معايا؟ في سفر خروج 33:11 يكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. فاللي كان يظهر بطريقة مرئية هو برضو اللي ظهر بطريقة مرئية، ولكن أفضل في العهد الجديد عن طريق التجسد. سفر التثنية 34:10: لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه. البعض يستشهد برسالة عبرانيين إصحاح 1 ويقول عبرانيين 1 يؤكد المسيح ما ظهرش ولا مرة في العهد القديم. ليه؟ لأن وسائل العهد القديم تختلف عن العهد الجديد. فين الكلام ده؟ العهد القديم لما بيقول في رسالة عبرانيين ويقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، فيقولوا أهو في العهد القديم عمر ربنا ما تكلم مباشرة، ده تكلم بأنواع وطرق كثيرة، لكن في العهد الجديد هو اللي كلمنا من خلال ابنه. كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي هو بهاء مجد ورسم جوهره حامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. أولا، هل هو بيقول إن هو تكلم من خلال المسيح بس في العهد القديم؟ لا، معلمنا بولس الرسول بيقول اتكلم بأنواع وطرق كثيرة في العهد القديم.
منها ملائكة، وده حقيقي، في ملائكة ظهرت للبعض وكلمتهم زي ما قلنا موضوع لوط، ولكن في وسائل أخرى، رؤى لربنا، فربنا يظهر في رؤية، ربنا يظهر في أحلام، أو ربنا يرشد الأنبياء ويكلمهم بنفسه، والأنبياء يظهروا ويكلموا، والأنبياء يذهبوا ويكلموا شعبه. طب دي ظهورات لربنا مختلفة في العهد القديم، سواء يظهر للنبي والنبي يذهب يكلم الشعب، طب المسيح ظهر بالفعل، أو يظهر لشخص في ظهور مسياني في حلم أو رؤية، طب ده ظهور. فالأنواع والطرق الكثيرة اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول ما تلغيش أن كان بعضهم عن طريق المسيح نفسه. لما كان يكلم المسيح شخص في العهد القديم في الحلم، كان هيظهر له بشكل ايه؟ بيظهر له بشكل مرئي حتى في الحلم او في الرؤية، زي بالظبط اللي بيشوفه كثيرين هذه الايام، وخاصة من الاخوة العابرين في اختباراتهم. فعشان كده الظهورات المسيانية، ظهورات المسيح، ظهورات يهوى في العهد القديم، فعلا اخذ لقب ملاك، ولكن المسيح نفسه. ولما هو تجسد في العهد الجديد، إيه اللي يمنع أنه هو أيضا يظهر في أحلام لرجال العهد القديم؟ ممكن يستخدم أنبياء كوسيلة، ولكن هو اللي يكلم الأنبياء زي ما كان يظهر لموسى وجها لوجه وشبه الرب يعاين ويرسل موسى لشعب إسرائيل. عشان كده لما يقول إنجيل يوحنا 1:18، الله لم يروا أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. بالفعل ملء اللاهوت بالكامل الله غير محدود، محدش يقدر يراه، فالله في ملء لاهوته ومحدش شافه، محدش يقدر يشوف الله الغير محدود لأنه غير محدود، لكن يقدروا يشوفوا صورة مرئية لله الغير محدود، صورة ظاهرة محدودة لله الغير محدود، وهي دي الصورة اللي ياخدها الابن سواء في ظهوره في العهد القديم أو طبعا في تجسده في العهد الجديد، أو حتى في ظهوراته لما ياخد لقب ملاك الرب في العهد القديم أو في أحلام أو من خلال أنبياء ولما يكلم أنبياء وجها لوجه. لكن هناك فرق كبير على فكرة بين ظهورات المسيح في العهد القديم المختلفة وطبعا بين التجسد، لأن في ظهورات العهد القديم كانت ظهور مؤقت لرسالة معينة هيعملها وخلاص، أما في العهد الجديد لا، التجسد كان محتاج إخلاء نفسه ويأخذ صورة إنسان زي ما يقول لنا بالفعل العهد الجديد أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صار في الهيئة كإنسان، مش بس يظهر في شكل مرئي كإنسان لكن يأخذ جسد حقيقي. البعض بيستشهد يقول ما هو يوحنا 1:1 بيقول في بدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة كان الله، وفي عدد 14 والكلمة صار جسدا، يعني الكلمة ما ظهرش قبل كده في العهد القديم. مين قال الكلام ده بيقوله معلمنا يوحنا؟ لا، في البدء كان الكلمة، الكلمة الخالق كل شيء، والكلمة هو اللي بيتعامل مع الكل وبدون انفصال عن الله، والكلمة هو الله. ولكن في العهد الجديد مش زي العهد القديم كان يظهر ظهور مؤقت، الكلمة في العهد الجديد تجسد تجسد حقيقي وليس ظهور مؤقت. ولنا سفر المزامير 107:20، أرسل كلمته فشفاهم. فكلمة الله مرسل في العهد القديم ومرسل في العهد الجديد، ولكن إرساليته في العهد القديم هو يهوى نفسه ولكن ظهور مؤقت، أما إرساليته في العهد الجديد هو يهوى نفسه ولكن تجسد حقيقي. أيضا السيد المسيح بنفسه شهد على ذلك لما بيقول في إنجيل يوحنا 10:34، أجابهم يسوع أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت عليهم كلمة الله، قنوم الكلمة المسيح في العهد القديم. فالكلمة نفسه لما كان يظهر لهؤلاء في العهد القديم، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم لما تجسد، أتقولون له أنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ لما المسيح بيعلن لاهوته واليهود أحبوا يرجموه عشان لما قال إنه ابن الله معادلا نفسه بالله،
وأعلن لاهوته بوضوح، فقالوا له أنت تجدف لأنك بتعمل نفسك أنت إنسان وأنت تجعل نفسك إلها. فقال لهم إذا كان ظهوري في العهد القديم لرجال العهد القديم بيقدس رجال العهد القديم، فأنا نفسي لما أظهر في العهد الجديد وتجسد تقولوا عليا أن أنا بجدف لأني قلت إني ابن الله. فهو يوضح أن كان بيتعامل معهم في العهد القديم، ولكن في العهد الجديد الفرق أنه هو تجسد حقيقي في جسد بشري حقيقي. ودي النقطة الأساسية، العهد القديم ظهور المسياني، ظهور المسيح كان يظهر بطبيعة ليس طبيعة جسدية حقيقية، ليس جسد حقيقي مولود في الطبيعة البشرية الكاملة، لكنه ظهور مؤقت فقط مرئي ممكن يلمس يرى، ولكن ليس جسد حقيقي. أما في العهد الجديد هو بالفعل سر كامل، وهو سر التجسد، هو اتحاد الطبيعة الإلهية اتحاد كامل بالطبيعة الناسوتية، ده ما حصلش في العهد القديم. فالله روح ملهوش جسد، ولكنه أخذ جسدا. في العهد القديم كان يأخذ ظهور مؤقت ويطلق على نفسه ملاك الرب لأنه ظاهر، أما في العهد الجديد أخذ جسد حقيقي وأصبح اسمه أرسلني لأنه متجسد. البعض بيوصل للأبائيات ويقول على فكرة أول من نادى أنه المسيح كان بيظهر في العهد القديم خطأ هو يوستينوس الشهيد، طبعا ده غلط، لأن وضحت أن الإنجيل بعهدي قديم وجديد أكد أن ظهورات ملاك الرب في العهد القديم هو ظهورات مسيانية، هو ظهور للمسيح. وحتى في كتابات اليهودية القديمة قبل الميلاد وخاصة في مخطوطات قمران يتكلموا عن ظهور المصايا، في العهد القديم ظهورات مؤقتة. ولكن بالنسبة لأقوال الأباء في القديس يوستينوس زيه زي بقية الأباء، وهو من أباء القرن الثاني، أيوة قال أنه ظهورات العهد القديم هي ظهورات مسيانية، وكانوا متفقين أنه ظهور ملاك الرب. والغريبة اللي يشهد ضد الكلام ده للمشككين أن حوار يوستينوس الشهيد مع تريفو أو تريفوس اليهودي أن الاثنين متفقين أنه ظهور ملاك الرب في العهد القديم هو ظهور ليهوى، ظهور المسيح يهوى. لكن الخلاف أن تريفو رافض أنه يسوع الناصري هو المسيح. يعني تريفو ما رفضش أنه في حواره مع يوستينوس الشهيد ما رفضش أنه اللي كان بيظهر في العهد القديم ده المسيح وده يهوى، لكن تريفو كان رافض إيه؟ أن يسوع الناصري ده لا، ده مش هو المسيح. اللي عايز يقرأ الكلام ده نصا آدي أنا جايب جزء من كلام أو من حوار يوستينوس الشهيد مع تريفو اليهودي وجايبه بالنص الإنجليزي، الترجمة الإنجليزي لعالم الأبائيات فيليب شاف، اللي يحب يرجع لها هيلاقيها في الملف قدام حضراتكم بشيء من التفصيل. طبعا أنا مش هقولها دلوقتي لأنه ده موضوع طويل، وده موضوع أصلا لوحده مستقل معايا. والحقيقة المفروض يوستينوس الشهيد يكون دليل مع وليس ضد، فيوستينوس الشهيد بيكلم اليهود بفكرهم اليهودي وموافقينه وما بيعترضوش عليه في نقطة أن اللي كان بيظهر في العهد القديم هو يهوى أو صورة مرئية ليهوى أو ظهور مسياني. فهمني؟ فنلاقي المشكك يقلب الآية ويقول ده هو أول واحد قالها كما لو كان هو اخترعها، رغم أنه هو ما اخترعهاش، ده موجود في الكتاب المقدس عهد قديم وجديد، وحتى اليهود اللي هم من أصحاب العهد القديم متفقين على هذا الفكر، وطبعا الأباء التلاميذ والرسل وتلاميذ التلاميذ وما بعدهم متفقين على هذا الكلام. فالحقيقة يوستينوس الشهيد هو دليل على صحة اللي احنا بنقوله وليس العكس. فملاك الرب في العهد القديم هو ظهور مسياني، وطبعا أباء كتير قالوا هذا الأمر، ولكن مش عايز أطور على حضراتكم، أعتقد اللي قلته على قد ضعفي كافي جدا للإجابة. آسف طولت شوية صغيرة، ربنا يبارك حضراتكم.